صدقني يا أسيس نزار لا أنسى موقفين. موقف منهم واحد قال لي كده، قال لي أنا كنت في الطريق للإلحاد، الرب سمح يحصل له كسر وينام على ظهره 40 يوم، قال الرب سمح إن عينيا تبقى مرفعة للفوق ورجعت له مرة تانية. واحدة تانية قالت لي بالحرف كده، كان عندها ظروف مرضية وقعدت في البيت، قالت لي تصور يا أسيس عزت أعتقد إن كنا هنوصل للطلاق لولا الرب سمح بالأزمة دي أقعد في البيت الوقت ده كله. دخلت الشاب في مرة كان عنده كانسر ولا أنسى الموقف ده، قال لي يا ابونا أنت عارفني، الشاب ده أنا عارفه كويس جدا، فقال لي أنت عارفني وعارف سلوكياتي وحاولت معايا كتير، قال لي لكن اللي عايز أقوله لك الرب عارف الطريقة اللي يجيب بيها كل واحد، وكان عارف ان مفيش غير الطريقة دي اللي تجيبني ليه. صدقني يا أسيس نزار ان في الزيارة دي الرب ارشدني كده واحنا قاعدين، قلت انا مش هصلي لوحدي، انا نفسي كلنا نصلي، صلينا كلنا. هذا الشاب صلى صلاة اللي هو قال لي انت كنت عارفني وعارف وحاولت معايا وما جبتش نتيجة، صلى صلاة ولا صلاة طالعة من قديس. أقول يا ربي ده كفاية بركة الأبدية. صح ولا غلط؟